رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم في قصر القضيبية. نعم، وفي بداية الاجتماع نوه مجلس الوزراء بقرار مجلس حقوق الإنسان والتابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، متمنيا أن يدعم الخطوات الهادفة لمزيد من الاستقرار في اليمن الشقيق. بعدها رحب المجلس بقرار الاتحاد الأوروبي بإضافة مملكة البحرين إلى قائمته بشأن الدول الآمنة من الناحية الوبائية من غير الأعضاء بالكتلة الأوروبية، مؤكدا أن ذلك يعكس النتائج التي تحققت للمملكة بفضل الجهود الوطنية على كافة مسارات التعامل مع جائحة فيروس كورونا كوفيد-19. بعد ذلك أعرب المجلس عن بالغ التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية في ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم بلوشستان، داعيا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل. ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي: أولا، الموافقة على المذكرات التالية: مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص مذكرة تفاهم بين وزارات وهيئات الأوقاف والشؤون الإسلامية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف تعزيز التعاون بين دول المجلس في المجالات المتصلة بالشؤون الإسلامية. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص مشروع إطار تعاون تبادل المعلومات الأمنية في المجال السبراني للقطاع المالي بين البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تستهدف دعم الجهود الرامية لتعزيز الأمن السبراني والحفاظ على سلامة القطاع المالي والمصرفي بدول المجلس. مذكرة سعادة وزيرة الصحة بشأن تطوير إجراءات تقييم واعتماد المستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة، والتي تهدف إلى ضمان الامتثال للأنظمة والمعايير المعتمدة للخدمات المقدمة للمرضى والرعاية، بما يسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية في مملكة البحرين، حيث سيسهم الاعتماد الوطني في إنشاء شراكة مستمرة ومفتوحة وبناءة بين الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية والمؤسسات الصحية. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب واقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى. بعدها استعرض المجلس الموضوع التالي: مذكرة سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بشأن مراسيم القوانين والمشاريع بقوانين المقدمة من الحكومة والموجودة قيد الدراسة لدى السلطة التشريعية مع بدء دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس. ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية لأصحاب السعادة الوزراء بشأن المشاركة في الدورة العادية 65 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وزيارة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا الشقيقة إلى مملكة البحرين.